الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه تجربة لحظر صفحة فيسبوك أو إجراء بلاغ لحظر إلغائها لأجل إلغائها. لو افترضنا قلبنا هنا حصلنا على صفحة عقارية سيئة السمعة الأصلية. هذه الصفحة لو افترضنا أن نقدم عليها بلاغ حظر، نمشي النقاط الثلاثة اللي جنب تحت الإعجاب واللي على اليسار الصفحة، هذه ثلاث نقاط مربع، ثلاث نقاط ننقر عليه، وبعدين نعمل البحث أو بحث عن دعم أو الإبلاغ عن صفحة. طبعا لو فيه واجدات من النماذج من الأسباب الحظر، إن عندك أنت خطاب يحض على كراهية، حرية ومحتوى جنسية، عن عنف، معلومات زائفة، إساءة، عمليات احتيال وصفحات زائفة، مبيعات غير مصرح بها، الملكية الفكرية، عندك هنا حوالي 8 أنواع من الأسباب الحظر. لازم يكون الجماعة المتفقين على الحظر يكونوا متحدين على وحدة، على حاجة وحدة باش تتأثر تعطي ثمرها. والأولى حسب رأيي يتهيألي إنها مناسبة لحالات عديدة، والله أعلم، خطاب يحض على الكراهية. لو افترضنا اخترناها دول يتفقوا على وحدة منهم، لما نجي نختاروا مع بعضنا حاجة نتفقوا على وحدة منهم. لو افترضنا اخترنا الأولى وخلاص عندنا خطاب يحض على الكراهية، شنو بنديروا؟ كلام يقولوا فيه كله نعمل إرسال. ارسال توهانا حاليا في بداية، شكرا لقد تلقينا بلاغك. توهانا شنو بيقول لك؟ التالي تلقي بلاغ في انتظار، حاليا في انتظار المراجعة اتخاذ القرار. التالي نعمل عملية التالي، وبعدين بيسألك ما الذي تريد القيام به ايضا، شنو الشيء اللي تقوم به حاجة اخرى. احنا نبو الخيار الاول اللي هو حظر صفحة عقارات سيئة السمعة الاصلية، حظرها بالكامل، مسح كامل جذر جذورها. لن تتمكنوا من رؤية بعضكما البعض أو تواصل معا مرة أخرى. إخفاء الورد، إيه دول حظر صفحة عقارية سيئة. عادة نختار الأول حسب حظر كامل، حظر كامل، وهذا نقوم بعملية حظر مرة ثانية. استوى هنا تم الموضوع، نقول تم.